الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، والإمام الترمذي رحمه الله في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. وقد صحح هذا الحديث عدد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالتقوى، وهي أعظم وصية، ولذلك أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى باختصار فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وهذا هو سبب دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته. ولذلك إذا تأملت في القرآن وجدت آيات كثيرة في أن التقوى سبب دخول الجنة بعد فضل الله. قال الله سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. والتقوى هي الإيمان والعمل الصالح. ولذلك في آيات كثيرة يبين الله جل وعلا أن سبب دخول الجنة بعد فضل الله ورحمته هو الإيمان والعمل الصالح، وهو التقوى نفسه، أن تتقي الله بالإيمان والعمل بالصالحات. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني أن الجنة لا تدخل بمجرد الأماني، أماني الغرور التي يغر الشيطان بها كثيرا من الناس، يمنيه أنه سيكون من أهل الجنة ومن أهل درجاتها الرفيعة، وكذلك يحسن له الإصرار على المعاصي والسيئات والتكاسل عن الطاعات والواجبات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هكذا جاء في القرآن. وقال في الآية نفسها بعد ذلك سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ما يضيع عند الله جل وعلا مقدار النقرة، ليس فقط مقدار التمرة ولا نصف التمرة فقط، لا، بل ما يكون أقل من ذلك، ولا مقدار النواة بل مقدار النقرة التي تكون في النواة. لو عمل من الأعمال الصالحة ما يكون مقدار النقرة في النواة فإنه يجده مضاعفا عند الله جل وعلا يوم القيامة،
ولا يضيع ذلك العمل الصالح عند الرب الكريم سبحانه وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، فهذا من دين الله، لزوم الجماعة، الاعتصام بحبل الله جميعاً، هذا من أسباب ثبات المجتمع على الإسلام. ولذا جاء في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في الآية بعدها، الآية التي بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله ذكر أهل التفسير أنه الإسلام، وأنه القرآن، وأنه السنة، وأنه لزوم الجماعة. فهذا هو المطلوب من المجتمع، أن يثبت على الإسلام وعلى القرآن والسنة وعلى لزوم الجماعة وعلى الحذر من البدع والفرقة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أمر لا بد منه من الناحية الكونية، لكن ما النجاة من الناحية الشرعية؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا أمر من الناحية الكونية سيقع، ولا بد، لا بد من وقوعه، سيقع حتما، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الأخروي أن هذه الفرق مهددة بالعقوبة، منتسبة للإسلام لكنها خالفت السنة ووقعت في الإحداث والبدعة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة حقاً وصدقاً، الذين لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا عليها بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم السلف الصالح الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خير الأمة فهماً للكتاب والسنة، هم خير الأمة فهماً للدين وعملاً به. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالخلفاء الراشدون هم خير من فهم الكتاب والسنة وعمل بها. ولذلك من أراد تطبيق السنة التطبيق الصحيح فعليه بتطبيقها على فهم الخلفاء الراشدين، على فهم الصحابة أجمعين،
على فهم الصحابة والتابعين الذين اتبعوا الصحابة بإحسان لا بإحداث وابتداع. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يشمل كل من اتبع الصحابة بإحسان لا بإحداث وابتداع إلى يوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا في الآية رقم 100 من سورة التوبة. هذا هو طريق رضوان الله، هذا هو طريق الجنة، اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم، المشي على الطريق نفسه الذي ساروا عليه من فهم الكتاب والسنة والعمل بها. هذا طريق رضوان الله وغيره طرق سخط الله، هذا هو طريق الجنة وغيره طرق النار. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلا بد من لزوم السنة والتمسك بها والصبر على ذلك، فهذا هو طريق النجاة والفلاح والهداية. قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو طريق رحمة الله، طريق الفلاح، طريق النجاة، غيره طريق الغضب من الله جل وعلا، وكذلك طريق الغضب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أراد محبة الله فعليه باتباع رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه من الأخبار أو من الأوامر أو من النواهي، ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك في الآية الأخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطعه في الأوامر بامتثالها وفي النواهي باجتنابها فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فهذا سبيل البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة السنة سبيل يؤدي إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه وعدم شربه يوم القيامة من حوضه عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم هذا الطريق والثبات عليه، هو سبيل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حتى ذكر بعض أهل العلم أنها تعليلية، يعني لأجل أن تلقوني على الحوض وتشربوا منه. وذكر بعض أهل العلم أنها غائية، يعني اصبروا صبراً لا نهاية له إلا بلقياي على الحوض في يوم القيامة، يعني اصبروا حتى تموتوا وأنتم ثابتون على سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وكأنها حبل يتمسك به الغريق لئلا يغرق في أمواج الفتن والاختلاف والبدعة والفرقة. الغريق ماذا يصنع إذا حصل ووجد حبلاً؟ يتمسك به غاية التمسك. هكذا ينبغي للمسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بحبل الله، أن يعتصم به، أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها، ولا يتمسك بها تمسكا ضعيفا يخشى عليه بسبب من الزيغ والضلالة، بل عليه أن يتمسك بذلك تمسكا قويا. تمسكوا بها
وعضوا عليها بالنواجذ، يعني كأنه شيء محسوس تمسكه غاية التمسك بيديك وتعض عليه بأسنانك، وليس بمقدمة الأسنان فقط بل بالنواجذ التي هي آخر الأسنان، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدعة. وقال عليه الصلاة والسلام حاكماً على ما يحكم عليه شرعاً بأنه بدعة: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل البدع ضلالات. ولذلك بعض من وقع في شيء من البدع زعموا ضعف هذا الحديث الذي صححه عدد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، أهل الشأن، أهل علم الحديث. وإن زعموا ضعف هذا الحديث فماذا يقولون عن حديث جابر في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة مقولة أسبوعية. هذا الحديث فيه مقولة نبوية مرة واحدة، حديث جابر فيه مقولة تتكرر كل أسبوع في صحيح مسلم، يعني لا شك في صحته. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحكم عليه شرعا بأنه بدعة فهو ضلالة، فهو طريق إلى النار. ولذلك في الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. في الرواية الأخرى: وكل ضلالة في النار. فكل بدعة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة. أما ما يزعم بأنه بدعة حسنة فإما أنه ليس ببدعة من الناحية الشرعية، وإما أنه ليس بشيء حسن بل هو ضلالة. إذا كان ليس ببدعة من الناحية الشرعية فليس من البدع والضلالات، وإذا كان بدعة فليس بشيء حسن بل هو ضلالة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل بدعة ضلالة. فمن أراد الهدى، من أراد طريق الجنة، فعليه بلزوم السنة والحذر من البدعة، فهي طريق للضلالة وطريق إلى النار وغضب الجبار بنص كلام المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم من المسلمين. اللهم اغفر لذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأمواتنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.